مشاهدينا الكرام، برحب بكم في حلقة جديدة من حديث التعليمية. أهلا بكم جميعا. كان مهم جدا لما حدث بعض المشكلات فيما يتعلق بالطلاب اللي كانوا بيوصلوا لمراحل متقدمة من الدراسة وهم لسه مش بيعرفوا يقروا كويس ولا يكتبوا كويس، كان مهم ان احنا نجد لهم حل. وبالتالي انتهجت وزارة التربية والتعليم مشروع مهم جدا اطلقت عليه اسم القرائية. القرائية مشروع بدأ من 2007 وتم تعميمه في كل مكان في عام 2011، طبعا ساهم بقدر كبير جدا في إصلاح عيوب القراءة والكتابة عند الطلاب خاصة في الصفوف الأولى. من خلال هذه الحلقة مشاهدينا الكرام هنتعرف على ما وصل إليه هذا المشروع والأنشطة التي تقدم في محافظتي جنوب سيناء والمنوفية تحديدا، وكمان هنتعرف على التنمية المهنية للمعلمين في هذا المجال. معي في الجزء الأول من هذه الحلقة الأستاذ إبراهيم محمد صبحي، مسؤول وحدة القرائية بجنوب سيناء. برحب بحضرتك، أهلا وسهلا. يا أهلا بحضرتك وأهلا بكل المشاهدين. يعني طبعا مشوار طويل من 2007 ل 2017، يعني 10 سنين تقريبا هو عمر مشروع القرائية. كلمنا حضرتك في البداية، يعني ربما هناك من يعني حتى الآن لا يعرف ما هو أو ما هي القرائية، فأدينا فكرة مبسطة عنها في طيب، البداية. مبدئيا القرائية زي ما حضرتك تفضلت وقلت هو مشروع بدأت فيه وزارة التربية والتعليم منذ العام 2007. الهدف الأساسي منه علاج منظومة القراءة والكتابة وتعلم اللغة العربية في الصفوف الأولى، لأنه إحنا عندنا كان في مشكلة في تعلم اللغة العربية، إنه اللغة العربية في المدارس التعليم بياخد شكل الحفظ والتلقين، التعليم ما بيعالجش مهارتين هامتين جدا من مهارات اللغة العربية وهي القراءة والكتابة. احنا عارفين للغة مهارات 4: الاستماع، التحدث، القراءة، الكتابة. ودي في أي لغة؟ في أي لغة، والقراءة والكتابة هم حصاد المهارات 4. وبناء على كده القرائية بدأت تشتغل على المهارات 4 ككل، وده اللي ما كانش موجود في طريقة التدريس السابقة، لأنه فكرة الاستماع كانت مهملة في مدارسنا. فكرة المهارات اللي تعود الطلاب على التحدث والتعبير عن أنفسهم كانت مهملة تماما. طيب هنستكمل حلقتنا ولكن بعد هذا الفاصل، مشاهدونا ابقوا معنا. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ما زلنا معكم وحدثنا في هذه الحلقه عن مشروع القرائيه وتحديدا في محافظتي جنوب سيناء والمنوفيه في الجزء الثاني من الحلقه. ضيفي في هذه الفقره الاستاذ ابراهيم محمد صبحي، مسؤول وحده القرائيه بجنوب سيناء. يعني طبعا حتى الآن 10 سنين هي عمر مشروع القرائيه، بالتاكيد حدث تطور كبير ومراحل مر بها هذا المشروع، كلمنا عنها. طيب أنا هتكلم فيما يتعلق بضعف القراءة والكتابة. القرائية استطاعت أنها تغير من مفهوم تعليم القراءة والكتابة للمتعلمين. ففي السابق كان اللغة العربية يتم التعامل معها كحروف. الحروف ليست هي المنطوقة في الكلمات. يعني لو جينا قلنا ألف أو باء، فأنا لو جيت أقول كلمة مثل إبراهيم فيها الألف والباء، أنا ما قلتش ألف ولا قلت باء، أنا قلت إيه وقلت صوت الباء الساكن. فبناء على كده إحنا حولنا تدريس اللغة من التعامل مع اللغة كحروف إلى لأصوات. أصوات، والأصوات مفهومها هو الحرف زائد الحركة هيديني الصوت على طول، ودي ميزة رائعة في اللغة يعني العربية. الطالب مثلا في البداية ما بيبقاش عارف ازاي يقول الحرف كحرف منفصل، بيتعلمه كصوت. كأصوات. طب ما في حروف بيبقى ليها أصوات متعددة. ما هو بيدرس الأصوات المتعددة دي. يعني هو بيدرس صوت الألف المفتوح وبيدرس صوت الألف المضموم بنفس الترتيب ده. يعني بدل ما هيتعلم الحرف قبل كده ألف مثلا، دلوقتي هيتعلمه بكذا صوت. أنا هعرفه فمش دي الأول، تبقى أصعب؟ هعرفه الأول بالحرف اللي هو ألف، وأقول له إن الألف ده مش هو اللي هتقرأ بيه، لأنه الألف ده داخل الكلمة بيبقى له أصوات، يا إما هيبقى آ أو أو إي
أو صوت الساكن، والصوت الساكن لا يأتي منفردا وإنما يسبقه صوت متحرك، أو المدود الطويلة بقى. يعني في السابق كان تدريس اللغة في التعامل مع الحروف بيرى أن الباء المفتوحة فتحة طويلة دول حرفين، الباء المفتوح والألف المد. في القرائية أو في الطريقة الصوتية للتدريس احنا عندنا صوت الباء المفتوح فتحة طويلة هو من ضمن أصوات الباء، والولد بيدرسه مع دراسة الباء، فبيدرس باء القصيرة وبيدرس باء اللي هي ممدودة بالألف. هل الموضوع متعلق فقط بالحروف؟ لا طبعا، احنا بنتكلم انه ده كان الشيء البدائي او الاساسي في سبب ان الولد ليه ما بيكتبش وبيقرا في الصفوف الاولى. لكن كمان بدانا نساعده في عمليات القراءه والكتابه من خلال التقطيع الصوتي. التقطيع الصوتي ده هو بيبني القدره على قراءه الكلمات. في كل اللغات بيعلموهم القراءة والكتابة من خلال السيلابولز اللي هي المقاطع. المقاطع ديت كل لغة لها خصوصية في تحديد المقطع ده. فعندنا في اللغة العربية المقطع هو الحرف المتحرك، إذا جه بعده حرف متحرك فيبقى كل منهما مقطع منفرد، إذا جه بعده حرف ساكن أو حرف مد فهو يلحق به في المقطع، بيبقوا مقطع واحد. يعني لو حرف متحرك وحرف ساكن دول مع بعض بيكونوا مقطع. لو انا جيت اقول اب ده مقطع، لو انا جيت اقول را الراء مع الالف المد ده بقى مقطع. لكن لو انا جبت مثلا كلمة فيها اصوات متحركة كلها زي ضرب باء فيبقى كل صوت منفرد مقطع، الضاد المفتوحة مقطع، ضا لوحده مقطع، را مقطع، باء يبقى هو المقطع التالي. تمام. بس حضرتك يعني بعض الناس ممكن ترى ان دي بالعكس طريقة ممكن تكون اكثر تعقيدا، وان الافضل مثلا ان الطالب بيتعلم عادي من خلال القراءة المباشرة لما هو مكتوب، وبعد كده يبدأ في تحليل الكلام بهذا الشكل. احنا عندنا فيه مثل انجليزي مشهور بيقول easy come easy go، يعني ما يأتي بسهولة يذهب بسهولة يذهب بسهولة. بصراحة القرائية هي بذل المزيد من الجهد لعملية التأسيس في الصفوف الأولى. يعني أنا ببني عند الولد مجموعة من المهارات في شكل تراكمي على أساس إن أنا أتعب معاه جدا في البدايات بحيث إن هو لا يتعرض للضعف القرائي فيما بعد. كان يسبق القرائية حاجة اسمها الطريقة الكلية، وهي كانت بتقول إنه أنا باخد الكلمة على بعضها بشكلها والولد من خلال الذاكرة القريبة بيفتكر إن كلمة ضربة هي دي بالشكل ده فبيحفظها زي ما هي كده. لما بتتراكم الكلمات وبيكتر الفوكابلري بتاعه مش بيقدر يحفظ بالطريقة الكلية. عشان كده احنا بنقول ان القرائية كمان بتستخدم الاسلوب البنائي في اكساب المهارات. يعني لكن هل بتدرس يعني بطريقة منفصلة ولا من خلال من خلال المناهج، من المنهج خلال المدرسة، الدراسي، من من خلال خلال اللغة العربية، من خلال معلم اللغة العربية؟ بس دي محتاجة ان كل المعلمين في الصفوف الاولى يكونوا متدربين عليها. هل طبعا وصلنا الى طبعا تدريب كل هؤلاء المعلمين على نظام القرائية؟ تماما. يعني دائما في كل بداية فصل دراسي يتعمل دورة تدريبية للمعلمين علشان اللي اتغير الجداول المدرسية فأصبح من معلم الصفوف الأولى ولم يكن ياخد البرنامج بتاع القرائية ويعرف المطلوب منه في الفصل ايه. المعلم اللي اتعين جديد يبقى برضو عارف هو ايه المطلوب منه في الفصل. فاحنا قبل بداية كل فصل دراسي بنعمل تدريب للمعلمين. تمام. يعني طبعا زي ما قلت لحضرتك 10 سنين، يعني في خلال ال10 سنين دي هل تم تطوير وتحديث هذا النظام؟ طبعا احنا على طول بنعتمد على الاستفادة من اخطائنا. بنعمل حاجة اسمها النقاش البؤري، بنجيب كل المتعلقين بالعملية التعليمية ونعمل لهم حوار مجتمعي عشان نعرف ايه الامور اللي كانت ايجابية وايه الامور اللي كانت بتمثل بالنسبة لهم صعوبات ووجه الصعوبة ايه، فنبدأ نشتغل عليه ونعدله.
احنا بنقول ان القرائية كمان بتستخدم الاسلوب البنائي لاكساب المهارات، بمعنى انه انا مش هطلب من الولد انه يكتب كلمة لم يدرس اصواتها كاملة، ودي حاجة مهمة جدا في الصفوف الاولى اول ما بندخل المدرسة في الطريقة الكلية، كانوا بيكتبوا للولد اسمه واسم والده واسم المدرسة والعملية وكل المتعلقات اللي هو عايزها في حياته ويحفظوها له عشان يعرف يكتبها. ده طبعا أسلوب خاطئ في التعلم، لأنه المفترض إن هو الأول يكتب الألف بعد كده بأصواتها كلها، بعد كده هيكتب الباء، هيتعلم الباء بأصواتها كلها، بعد كده أقدر أقول له بقى كلمات مكونة من الألف والباء، بعد حرف الباء يبدأ يكتب ويقرأ كلمات زي ايه؟ زي ابو، فيها صوت الالف القصير المضموم وصوت الباء القصير، صوت الالف القصير المفتوح وصوت الباء القصير المضموم، يكتب كلمات زي بابو، هو خد اصلا الاصوات بالفتحة الطويلة اللي هي المدود، يكتب كلمات زي ابي، بعد كده خد التاء نضيف له معجم لغوي جديد زي باتا تابا، خد الثاء يبقى ثابت ثبت. فهو بنستخدم الأسلوب البنائي في المهارات. المعلم لا يجدر به أن ينتقل إلى مهارة لم يتأكد من إتقان التلاميذ لها، فهو هيشتغل على المهارة سين لحد ما يتقنها التلاميذ ويتأكد من إتقان التلاميذ لها، يبدأ ينتقل إلى المهارة صاد، بس وهكذا هو بطريقة. برضه ملتزم بمنهج محدد ولابد ان هو يعني ينتهي منه في فترة محددة. ده كلام جميل جدا. المنهج عبارة عن معارف ومهارات ووجدانيات. احنا بنتكلم في الاسلوب البنائي على المهارات، المهارات المكتسبة. المهارات المكتسبة دي زي مهارات القراءة والكتابة اللي هو بيشتغل عليها طول الوقت. وبنبدأ نبذل شوية مجهود صغيرين في المراحل الأولى ديت، هيدونا نتاج أفضل وهيدونا بقاء واستمرار في إجادة القراءة والكتاب. تمام، لكنها بتتطلب وقت أطول من المعتاد في تنفيذها يعني. لا، هو تنفيذها بيسهل كمان الأسلوب المعتاد اللي كان بيدور كتير جدا في الفراغ. يعني انا كنت بشتغل كتير جدا في الفراغ، بشتغل على انه الولد هيحفظ الكلمه بشكلها كده ويكتبها بشكلها كده، وكل الكلمات الجديده انا هفضل اقريها له واكتبها له، وبعدين عامل شكل الطفل اللي بيكبو ولا يعان، كل شويه اديله كلمات كتير جدا وهو مش عارف يقراها ولا يكتبها، وارجع اكتبها له تاني واقريها له تاني، فبيبقى مجهود مبذول بلا طائل. لكن احنا عندنا المجهود المبذول بيكون ليه نتاج وليه ثمرة ان شاء الله. تمام، بس برضو الطالب يعني مثلا في اولى ابتدائي بيبقى عنده خلفية سابقة من فترة تواجده في رياض الاطفال، لكن انتم مش بتعترفوا بهذه الفترة، بتبدأوا معاه من الصفر. احنا مش بنعترف بهذه الفترة لاننا نتعامل مع كل الطلاب في المدارس الحكومية والمدارس الرسمية اللي هي ممكن ما يكونش فيها رياض اطفال. لكن بالمنطق احنا كل عملية التعلم بتتضمن الإثراء والعلاج، فإذا كان عندنا ولد هو عارف فأنا بتدخل معاه تدخلات إثرائية لمزيد من المعرفة ولمزيد من الإتقان ولمزيد من المهارة. تمام، هل في القرائية يعني بتستفيدوا من التكنولوجيا الحديثة في تنفيذ هذا المشروع؟ اه طبعا، يعني التقنيات الحديثة احنا عاملين اسطوانات ومواد تعليمية بشكل كبير، وبنستخدم الوسائل التعليمية بشكل مستمر، وطبعا فيه للتنمية المهنية للمعلمين مواقع كتير جدا للتواصل الاجتماعي ولمعرفة المزيد من الخبرات، منشور عليها حتى أدلة المعلم. يعني احنا بنعمل أدلة للمعلم، دليل استرشادي كيف يدرس الدرس بمهارات اللغة العربية. تمام، يمكن أحيانا المشكلات المتعلقة بصعوبات التعلم بتكثر أكثر في محافظات مكدسة بالسكان، لكن أعتقد أن محافظة جنوب سيناء محافظة ما فيهاش سكان كتير،
فبالتالي ممكن تكون يعني استفادة الطلاب من هذا المشروع بتبقى أفضل، وما بيبقاش عندهم الصعوبات اللي ممكن تكون موجودة في أماكن أخرى. طيب خلينا نقول انه سقراط بيقول العالم مثل صلعتي ولحيتي، غزارة في الانتاج وسوء في التوزيع. الطلاب في جنوب سيناء مش زي الصورة الذهنية اللي موجودة عند الناس كلهم ان مفيش كثافات. مفيش كثافات بشكل عام، لكن احنا عندنا المدن فيها كثافات مرتفعة. الوديان البعيدة اللي موجودة في الصحراء وفي الاماكن الوعرة فيها كثافات قليلة، لكن ممكن تكون المشكلة قلة مدارس مثلا. لا، المدارس كثيرة. المدارس كثيرة. ولكن المدن مكدسة لأنه فيها كمان إضافة إلى البدو الموجودين في منطقة سيناء، الوافدين من كل محافظات مصر الذين أقاموا وعملوا في جنوب سيناء. كمان عندنا نفس القصة دي في الوديان البعيدة دي، بقى فيها عجز في المعلمين. يعني دايما الأولويات في توزيع المعلمين للمدينة، فالأماكن المكدسة دي بيبقى فيها معلمين مغطينها بشكل كويس، لكن الوديان البعيدة دي بيبقى فيها عجز في المعلمين. فعلى الرغم من إنه الكثافات تساعد في الإنتاج والإنجاز والنتائج المثمرة، إلا إنه ممكن يبقى عندي معلمين 2 على 6 فصول، فتبقى دي مسألة مش فعالة. لكن هي فعالة في المدن على الرغم من وجود الكثافات، بسبب انه تقريبا المعلمين مغطيين المدينة. يعني تمام. هل مثلا بتستفيدوا في بفترات الاجازات زي مثلا الاجازه الصيفيه في تقديم مثلا انشطه مختلفه للطلاب تابعه لبرنامج القرائيه؟ وهل يا ترى بتتضمن يعني الطلاب اللي دخلوا مراحل معينه في التدريس في التعليم، هل ايضا بتتضمن طلاب مثلا ممكن يكونوا تسربوا من التعليم؟ طيب انا احب اولا اقول انه السنه دي انا بتقدم بالشكر للسيد وكيل الوزاره والسيد وكيل المديريه لتدشينهم مشروع البرنامج العلاجي الصيفي، على الرغم من انه احنا عندنا محافظه جنوب سيناء لها خصوصيه كبيره. ففي محافظه جنوب سيناء نسبه كبيره من الوافدين مرتبطين ببلادهم. حضرتك منين؟ من جنوب سيناء. من طور سيناء. طور سيناء. نسبة كبيرة من الوافدين من محافظات مصر المختلفة مرتبطين بمحافظاتهم الأصلية في الوادي والدلتا. فالمعلمين اللي عندي بيجي عليهم فترات الصيف ما بيبقوش موجودين، بشكل بيبقوا في أجازاتهم الصيفية. وكذلك المتعلمين نفس الحكاية. فلما بدأنا في مشروع البرنامج العلاج الصيفي مع بداية شهر 8 الجاري، كنا متخوفين من إنه ما يبقاش في نسبة كويسة يعني. لكن السيد وكيل الوزاره والسيد وكيل المديريه ادوا تعليمات باختيار اولويات لضواحي المدن اللي موجود فيها تجمعات بدويه، ودول التلاميذ موجودين. وتوافقوا معانا على انه مش لازم معلم المدرسه هو اللي يقوم بالبرنامج العلاج الصيفي، فيه خطه يتم اختيار فيها المعلم المتواجد حاليا في المدينه. فاذا كنا عندنا مدينة دهب ديت فيها مدرسة علي بن أبي طالب في العصلة، المدرسة ده بيرتدها معلمي اللغة العربية في دهب كلهم اللي موجودين في الفترة دي من السنة. وهكذا نفس الكلام لكل المدارس المستهدفة من البرنامج ده. والحمد لله يعني بتتم في المدارس؟ بتتم وبنسب كويسة وبحضور كويس من الأولاد. وفي عندنا كمان بتبقى مفتوحة للجميع ولا للي عندهم ضعف في القراءة والكتابة؟ هو الهدف الأساس فيها هو اللي عندهم ضعف في القراءة والكتابة في الصفوف، برغم تنفيذها في فترة الدراسة على فكرة. يعني هي بتنفذ فترة الدراسة بس برضو بيظهر حالات ضعف. طبعا. طبعا، لأنه في فروق فردية، في عدم حضور ومواظبة في الحضور في الصف الدراسي، ودي مشكلة. يعني انا لو عندي تلميذ ما بيحضرش طول السنه مش هقدر اجني ثمار القرائيه معاه. القرائيه يعني بتبدا من مثلا من اي مرحله لاي مرحله؟ انا من الصف الاول للصف الثالث الابتدائي برنامج نمائي بيقوم على تعليم القراءه والكتابه بالشكل الصحيح.
من الصف الرابع الابتدائي للصف الثالث الاعدادي برنامج علاجي بيقوم على علاج الضعف القرائي اللي موجود عند التلاميذ. تمام. بعد كده دي اخر مرحله بقى، المرحله الاعداديه. اه طب بالنسبه اللي مثلا ممكن يكونوا تسربوا من التعليم، اللي تسربوا من التعليم بقى، في عندنا الدولة بتقوم ببرنامج محو الأمية وتعليم الكبار، ده خارج إطار وزارة التربية والتعليم. وفي عندنا وزارة التربية والتعليم عاملة لكنهم بيستفيدوا من إحنا من فاتحين فصول البرنامج. البرنامج العلاجي لكل اللي يرغب في تعلم القراءة والكتابة بشكل صحيح. يعني على الرغم من إن إحنا في فئة مستهدفة، إلا إن إحنا مدين تعليمات لكل المدارس إنه المدرسة مفتوحة لخدمة المجتمع خلال هذه الفترة. تمام. هل مثلا بتقوموا باستخدام مثلا التكنولوجيا زي الانترنت مثلا فيما يتعلق بتقديم فيديوهات مصورة لتعليم القراءية او تعليم القراءة والكتابة من خلال نظام القراءية؟ اه طبعا احنا على طول في حتى في تبادل خبرات ما بين المحافظات، في فيديوهات منتشرة على صفحات القرائية على مواقع التواصل الاجتماعي لحصص تدريسية كاملة في جميع المحافظات، وسهل جدا ان المعلم دلوقتي بيقدر يدخل على اي دي محافظة. ممكن كمان تفيد المعلمين نفسهم. اه طبعا افاجأ احيانا انه احد المعلمين اثناء المتابعة الصفية ليه بيلاقي اسلوب في التعلم مبتكر، فلما بسأل بيقول لي والله انا دخلت على صفحة القراءة بتاعت دمياط او المنوفية او واكتشفت الاسلوب ده مع احد المعلمين فبدأت استفيد منه. نقدر نقول ان بشكل كبير ممكن يعني نظام القرائية يسهم بشكل كبير جدا في اثراء العملية التعليمية وفي يعني انها تتقدم الى الامام بسلاسة ويسر. والله احنا نأمل ان المجتمع كله يتضافر وما تبقاش القرائية لوحدها عاملة شكل الراجل اللي بيجدف لوحده، لانه يعني ايه يتضافر المجتمع فيما يتعلق بالقراءة؟ اقول لحضرتك كوادر القرائية والمسؤولين عنها في المحافظات اخذوا على عاتقهم التدريب والتنمية المهنية لزملائهم في بدايات القرائية بجهودهم الذاتية. تمام. الوضع ده فضل سنوات، السنوات دي أسفرت عن إنه كثير من الكوادر افتقدناها، لأنه أنا هشتغل بالجهود الذاتية يوم يومين شهر سنة، مش 5 سنوات أو 10 سنوات. الحاجة التانية إنه يبقى فيه وعي مجتمعي لأهمية القراءة، لأنه فيه معلمين بيشتغلوا من سنوات طويلة بالطريقة الكلية من أول ما بدأت، وهؤلاء لا يستجيبون لما تدعو إليه القراءة من التحديث والتطوير، تمام. وبيبقوا عامل إعاقة لزملائهم اللي بيشتغلوا بشكل صحيح. تمام. القرائية حضرتك قلت إنها اخرها مثلا مرحلة الاعدادية، ولكن ده ما يمنعش ان في طلاب بتوصل للثانوي وعندها برضو مشكلة في ضعف القراءة والكتابة. كمان في حاجة مهمة جدا، يعني ليه المشروع مثلا ما يمتدش الى المرحلة الثانوية بحيث يضاف اليه فيما بعد عملية الكتابة الابداعية، عملية الكتابة الصحيحة بالتشكيل بالاعراب السليم، بحيث ان الطالب يبقى عارف ان ممكن يكتب لكنه بيكتب غلط، مثلا يكتب المنصوب بيبقى مرفوع ايا كان يعني. فطبعا دي برضو نقطة مهمة. احنا بنشتغل على دي في الصفوف العليا وفي الصفوف الاولى، بنشتغل على الطرائق اللي تؤدي بالتلميذ ان هو يتعلم بالشكل الصحيح. المرحلة الثانوية الوزارة عملت برنامج تنمية مهارات القراءة للتعليم الفني، وهما بيستلموا، نتمنى تفعيل البرامج الخاصة بالمراحل الثانوية، لأن جهودنا في الصفوف المبكرة بتبقى محتاجة متابعة فيما بعد في الصفوف العليا. يعني الولد لازم نتلقاه من بعضنا البعض للوصول به إلى بر الأمان.
تمام، بشكرك. في ختام هذه الفقرة أستاذ إبراهيم محمد صبحي، مسؤول وحدة القرائية بجنوب سيناء، سعدت بوجود حضرتك معنا، شكرا جزيلا لك. خالص الشكر لحضرتك ولكل المشاهدين، وكل عام وحضراتكم بخير. بعد فاصل قصير مشاهدينا الكرام نعود مرة أخرى لاستكمال حديثنا عن القرائية، ولكن عن طريق أحد مسؤولي القرائية بمحافظة المنوفية، ابقوا معنا. مشاهدينا اهلا بكم مره اخرى، ما زلنا معكم وحديثنا في هذه الحلقه عن مشروع القرائيه والانشطه المقدمه في محافظتي جنوب سيناء والمنوفيه. لما بنتكلم عن المنوفيه فاحنا بنتكلم عن محافظه عريقه، محافظه بتهتم كثيرا بالتعليم، بها دائما طلاب حصلوا على اعلى شهادات، اقل نسبه من نسب الاميه على مستوى محافظات مصر، اعلى المناصب بيصلوا اليها، فاحنا بنتكلم عن محافظه يعني عريقه جدا ولها باع كبير في التعليم. وطبعا بيشرفنا في هذه الحلقه الاستاذ عبد المحسن، محمد عبد المحسن، مسؤول وحده القرائيه بالمنوفية. برحب بحضرتك، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين، وتشرفنا بحضراتكم ان شاء الله، ونرجو ان احنا نفيدكم باذن الله تعالى ونستمتع مع بعض ان شاء ان الله. شاء الله. طبعا التعليم بيمثل عند كل شخص منوفي يعني حاجه مهمه جدا. اكيد بالفعل عندنا التعليم ولي الامر بيحط في ذهنه انه ممكن يضحي بكل شيء في سبيل ان يخلي ابنه في اعلى مستوى تعليمي، بحيث انه يوصل لارقى مستويات، بحيث انه يحقق هدفه وامله اللي هو ما قدرش يحققه في نفسه يحققه في اولاده في الاجيال التابعه له ان شاء الله باذن الله تعالى، في اولاده واولاد اولاده كمان. تمام. طيب كلمني عن القرائيه في المنوفيه ومدى حاجه هذه المحافظه الى تطبيق هذا المشروع. حضرتك طبعا المنوفيه معروفه طبعا بان اعلى نسبه تعليم واقل نسبه اميه في محافظه المنوفيه، فبالتالي احنا حريصين دايما طبعا السيد وكيل الوزاره وكل القيادات التعليميه عندنا بما فيها طبعا القيادات اللي في الوزاره حريصين دايما ان دايما ما نوصل لمستوى علمي ما نقلش عنه، المفروض ان احنا كمان نبني ونزود بحيث ان احنا ننافس على مراكز عالميه، ما نبقاش في تراجع فيها كده. لكن عندنا في محافظه المنوفيه خدنا قرار من اول القرائيه ما طلعت للنور من سنه 2011 لما تطبق على نظام وتبقى منظومه كامله متكامله تعتمد على نفسها، بحيث ان احنا كل الجهات سواء توجيه لغه عربيه او تعليم ابتدائي او قرائيه او ايا كان الجهات المشتركه معانا في القرائيه كلهم تبقى ايد واحده، بحيث نعمل المنظومه والحمد لله تمت على خير حال. طبعا انضمت لنا اداره السادات بما فيها بقى من قرى ونجوع واماكن نائيه في الصحراء، فبالتالي عملنا خطه شامله بحيث ان نغطي جميع المدارس، وطبعا الكوادر اللي اخترناهم الحمد لله على قيمة وقدرة عالية جدا جدا، وطبعا انا بشكرهم على المجهودات العالية جدا اللي بيبذلوها في خلال نشر ثقافة القرائية ورفع مستوى التعليم عندنا في محافظة المنوفية. تمام. يعني انتم اخترتوا اللغة العربية تحديدا، يعني هل ما لقيتوش حاجة مثلا لتطبيق القرائية في اللغات الأجنبية برضو ولا لا؟ في ان شاء الله لا في حضرتك القرائية نشأت بقرار وزاري انها بتشمل يعني طالب برضه في ابتدائي بيتعلم انجليزي يعني بالظبط بالظبط تمام. حضرتك عندنا القرائيه والمنشأ بتاع القرائيه انها تتولى القرائيه كلغه عربيه والحسابيه في الرياضيات والانجليزيه في اللغه الانجليزيه، وان شاء الله طبعا الحسابيه ان شاء الله على قدم وساق برضه في الشغل ان شاء الله في المستقبل القريب خالص ان شاء الله يبقى لهم شغل قوي جدا، والانجليزيه ايضا باذن الله تعالى ان شاء الله برضه في القريب العاجل ان شاء الله الخطه الوزاريه محطوطه باذن الله تتنفذ، وان شاء الله يبقى في طفره في التعليم خصوصا في السنوات الاولى، يعني طبعا معالي الوزير جاي حاطط نصب اعينه ان هو المحور الاساسي في النهضه التعليميه وتحسين المنظومه التعليميه لازم يبدا من الاساس من تحت الصفوف الثلاثه الاولى بالذات، والخطه ان شاء الله باذن الله تعالى يمكن نبدا من خلال الفتره القادمه دي باذن الله تعالى في الشغل الجديد. تمام. الطالب في المرحله الاولى من المفترض انه بعد ما وصل مثلا للصف او انهى الصف الثالث للاعدادي يكون وصل لإيه في مشروع القرائية من حيث المهارات اللي اكتسبها؟ حضرتك لو احنا إذا وصل للمرحلة الثالثة إعدادي وخد القرائية كلها ككل لابد يكون عنده 9 محاور لازم يكون أتقنهم بشكل رائع جدا جدا، بحيث إن هو تفتح قدامه كل مجالات الثقافة والتعلم الذاتي. أولا عندنا هقول لحضرتك بشكل مختصر كده المهارات اللي احنا بنشتغل عليها في اللغة العربية. أول حاجة عندي الفهم المسموع اللي هو قدرة التلميذ على إنه يستمع جيدا جدا ويفهم ما يستمع إليه، وبالتالي يقدر يصيغ أفكاره وسلوكياته بناء على هذا الفهم. عندنا بعد كده الصوتيات اللي هي القدرة بقى على
قراءة الكلمات بشكل بالضبط السليم، أيضا كل الظواهر اللغوية الموجودة في اللغة يقدر يتقنها بشكل جيد جدا. عندنا الفهم القرائي، إنه يقرأ أي شيء ويقدر كمان بعد قراءة الشيء ده يضيف من خبراته السابقة على ما قرأ، ويبدأ يصدر أحكام جديدة على ما قرأ. عندنا أيضا الأساليب والتراكيب لازم يكون فيها قوي جدا، وطبعا عندنا برضو في شغل في القرائية، يعني القراءة مش مجرد بس ضعف قراءة وكتابة فقط، لا، أو برنامج علاجي فقط، لا، ده احنا عندنا محاور أخرى للتلاميذ المتميزين، التلاميذ الموهوبين، عندنا في شغل كبير جدا لهم. عندنا برضو التعبير، سواء بداية التعبير اللفظي بكلمة وبعدين بجملة، أو التعبير عن صورة، لحد القدرة على التعبير والإبداع للوصول. طبعا نتمنى إن احنا كل يوم نطلع نجيب محفوظ جديد، نطلع أحمد زويل جديد. ده الهدف من القرائية، إنها تطلع تخرج الإبداعات وتقضي على الضعف اللي موجود في العملية التعليمية. ده بالتأكيد بيقتضي تنفيذ أنشطة أخرى غير المناهج المقررة، فكلمنا عن الأنشطة دي وهي عبارة عن إيه؟ حضرتك طبعا المدرس الحجة الأولى بتاعته إنه أنا مش عايز أي تدخلات خارجية علشان أخلص منهاجي. دي حجة المدرس، لكن احنا ما بنجيبش حاجة إضافية خارجة عن الإطار، لا بالعكس، ده هي بتقوي المعلم، بتديله طرق تدريس جديدة، بتديله إمكانيات رائعة جدا إن هو يقدر يوصل المنهج بتاعه بس بأسلوب راقي جدا، بطرق حديثة جدا، يستمتع هو والتلميذ. فبنحول العملية التعليمية من عملية رتيبة بتعتمد على التلقين والحفظ فقط إلى عملية فيها إمتاع وفيها إبداع. التلميذ نفسه كمان أصبح هو محور العملية التعليمية عندنا في القرائية. مش المدرس فقط اللي هو مجرد ان هو بيحاضر والتلميذ متلقي فقط، لا، ده بقى التلميذ مشارك، والمدرس بأصبح الآن ميسر، بدل ما كان هو معلم وهو اللي عليه كل نصب العملية التعليمية، إذا تأخر أو حصل له يوم ان هو الحالة المزاجية بتاعته غير منضبطة بتأثر على العملية التعليمية، لكن النهاردة لا، هو مجرد ميسر، مجرد بس ان هو أنشطة معينة التلاميذ لما بيتدربوا على أكثر من مرة يقدروا كمان يمارسوها بشكل ذاتي، أصبحت منها كمان الأنشطة الخارجية. ميسر هنا بمعنى أنه هو بيكون دوره أقل من السابق، ولكن طبعا يعني ولكن بيبقى مؤثر. أهم كمان. طبعا مؤثر جدا جدا، بحيث أنه هو مجرد بس بيفتح المجال للأولاد، بيحط النظام والأولاد بيلتزموا بيه. أيضا كذلك الأنشطة اللي احنا بندخلها إضافية بتؤدي إلى المتعة والإبداع أيضا لدى التلميذ. التلميذ دايما لما يقعد ويستكين كده ومجرد متلقي خالص، ممكن مدة تركيزه العليا هتبقى قد ايه؟ 10 دقايق، ربع ساعة بكتير وخالص. لكن لما يشارك ويتحرك ويبدأ كمان يبقى هو صاحب القرار في النشاط اللي هو بيعمله، أكيد طبعا الشخصية كمان هتختلف، يحس بالثقة، هيتولد عنده الجانب الإبداعي اللي هو هيخرجه من عنده، بحس إن العملية التعليمية أعتقد لو اتغيرت ووصلت اللي احنا إن شاء الله بنرجوه ونتمناه، الدنيا هتتغير تماما ان شاء الله في المنظومه التعليميه. اعتقد حاجه مهمه جدا استخدام الالعاب التعليميه في مشروع القرائيه، يا ترى ايه هي انواع الالعاب التعليميه اللي بتستخدموها؟ احنا عندنا بالفعل في حاجات معدنا كمان شغل جديد باذن الله تعالى ان شاء الله، في حاجات طبعا موجوده بالفعل بس احنا هنكثف بقى الشغل فيها، لانها طبعا ادت الى طفره عند التلميذ نفسه، والتلميذ دايما ما هتساله، احنا ممكن حد دلوقتي بنعمل المجموعات البؤريه ديت اللي احنا بنلم منها الحصيله بعد التطبيقات على طول، بنشتغل مع المعلم، بنشتغل مع التلميذ، بنشتغل مع ولي الامر، بنشتغل مع الموجه. فبالتالي المحور بتاع التلميذ ده بنساله ايه امتع حاجه انت ما قلتش خالص ولي الامر. لا، ولي الامر ده له دور كبير جدا معانا، بالعكس ده هو دلوقتي اصبحت علاقته اكثر اتصالا بالمدرسه. وانا شخصيا بيجي لي اتصالات كتير جدا من اولياء امور، وبيجوا لي ساعات في شغلي في المكتب مثلا ما اكون متواجد، بيجوا لي يقعدوا معايا، احنا في حاجات بتقابلنا ما احناش عارفينها. فبالتالي بالفعل تم عمل تدريبات لاولياء الامور بالفعل على القرائية، وإلى الآن حتى أي حد حتى في رياض الأطفال على فكرة برضو لما بيجوا يودوا أولادهم أي حضانات خاصة أو حضانات حكومية، فبيسألهم الأول أنتوا بتدرسوا بالقرائية ولا لأ؟ وأصبحت الحمد لله ده نجاح إحنا طبعا يعني بنفخر بيه، وده طبعا لوطننا كله وكله لبلدنا. فبالتالي ولي الأمر هنا علاقته بقت مع المدرسة أكتر، التواصل بقى أكثر. أنا مش عايز أقول لحضرتك كمان إن إحنا دلوقتي بنعمل جوائز كمان لأولياء الأمور اللي أولادهم بيبقوا متميزين. ودي حاجة طبعا ظاهرة ما كانتش بتتكرر قبل كده، كان ولي الأمر مجرد علاقته بالمدرسة إن هو لو في شكوى ابنه بيشتكي من حد ضربه أو حاجات من ده أو أي علاقة غير سوية بيروح المدرسة، أكثر من كده ما كانش بيروح، إلا القلة اللي هي بقى بتحاول إنها تبقى تراعي أولادها في البيت وفي المدرسة، دول بقى طبعا القلة. لكن حاليا لا، الوضع تغير تماما، وأولياء الأمور اللي طالبين تدريبات بالفعل، وإحنا عملنا تدريبات وإن شاء الله هنكثفها خلال الفترة القادمة إن شاء الله. حضرتك اتكلمت عن أحد أهم المهارات اللي بتستخدموها، هي مهارة الفهم المسموع، إزاي بيتم تنفيذ هذه المهارة؟ المهارة طبعا هي ممتعة جدا ولذة جدا، أمتع شيء للتلميذ أما تيجي تقول له أنا هحكي لك قصة.
طبعا حدوته قبل النوم بالنسبه للتلميذ، ونسمع من زمان طبعا ابله فاضله والقصص الجميله اللي كنا بنسمعها واحنا صغار، فكانت لها تاثير رائع جدا في وجدان التلميذ وفي سلوكياته ايضا. فبالتالي لما اقول للتلميذ انا هحكي لك حاجه، فبالتالي بتعمل اولا انضباطيه في الفصل، يبقى انا كده خدت الشق الاداري استفدت منه ايضا. ايضا الشق الوجداني للتلميذ لما يستمع، وخصوصا ما تبقى القصه نفسها بقى ذات مغزى وهدف تربوي جيد اوصله للتلميذ، هي بتبقى كالاتي: المعلم في الغالب بنطبقها احنا في اي درس من الدروس، بقى في الفتره الاولى من كل درس بتبقى عباره عن قطعه طبعا متفق عليها، سواء موجوده في دليل المعلم او احنا بنحطها في الادله الارشاديه الخاصه بالقرائيه، بيقوم المعلم بيحكيها باسلوب شيق طبعا، اسلوب درامي جميل جدا ورائع بحيث انه يجذب الانتباه، والتلاميذ طبعا بنديهم تعليمات انها هتسمع كويس بحيث انك هتحكي لي تاني القصه ديت اللي اسمها اعاده السرد، وفي نفس الوقت كمان بدي له مجموعه اسئله عليها بحيث ان هو دايما يركز جدا عشان هيتسال فيما بعد الاستماع. فهنا الولد بيبقى قاعد منضبط تماما، بتولد عنده برضو انه دايما حته الحاجه الادبيه، انه دايما اي حد يحدثه لازم يستمع جيدا عشان يقدر يرد، واذا ما استمعتش جيدا مش هعرف ارد او اخش في الموضوع، يبقى ردي غير مقنع لان انا ما استمعتش جيدا. فبالتالي دي مهاره كانت غايبه تماما، وكانت فيها ضعف رهيب جدا لما طبقنا اختبارات اجرا لمستوى الجمهوريه، اتضح ان عندنا ضعف في شقين اتنين. اختبارات ايه؟ اختبارات اجرا، اللي هي الاختبارات ده على مستوى عالمي، ده اختبار عالمي مقنن معروف له معايير محدده، وده بيقيسوا بيه في الغالب يعني مدى او مستوى التعليم في الدول المختلفه. احنا طبقناه سنه 2013 2014 2015 وعندنا النتائج بتاعته موثقه. قال ان احنا عندنا ضعف في الفهم المسموع وفي الفهم المقروء. لكن الصوتيات كانت عدت نسبه عاليه جدا جدا بعد تطبيق القرائيه، الاولاد ما شاء الله دلوقتي بيقروا رائع جدا وبالتشكيل وبالضبط رائع جدا ممتاز، الا الفهم المسموع والفهم المقروء، ودول ان شاء الله عملنا لهم شغل واستراتيجيات خاصه بيهم، وان شاء الله خلال الفتره الجايه هنشتغل برضه عليهم. استخدام اللغه العربيه يعني بصراحه لو اتكلمت عليه يعني هنزعل. اللغه العربيه مش بتستخدم بشكل كويس في المدارس، اللغه العاميه هي اللي بتطغى. يعني هل بتشددوا على استخدام اللغة العربية الفصحى؟ لأن دي حاجة إذا كنا عايزين ننمي اللغة العربية عند الطلاب لابد أن احنا ننفذها على الأقل في حصة اللغة العربية. اسمح لي أحييك على السؤال ده، سؤال رائع فعلا جدا، لأن فاقد الشيء لا يعطي. المعلم فعلا إذا ما كانش عنده القدرة على استعمال اللغة العربية مش قادر يوصلها بشكل صحيح. هات كده طالب في ثالثة إعدادي يمكن في ثالثة ثانوي حتى، أقول له يعني اقعد كده مثلا 10 دقايق اتكلم باللغة العربية الفصحى. لن يتمكن من ذلك، يعني مش هيحصل. تمام. في الغالب هو في الغالب احنا بنطالب المعلمين باستخدام الفصحى البسيطه، طبعا مش المتقعره اللي هي طبعا تستخدم الالفاظ القويه كده، ولكن على الاقل ان احنا نستخدم اللغه الفصحى في قراءه حتى رؤوس الاسئله، في التعامل مع التلاميذ. التلميذ النهارده ما شاء الله بشكل رائع جدا بيستمع لافلام الكرتون كويس باللغه العربيه الفصحى وبيفهمها جيدا جدا، بالعكس كمان ده بيكرر ما يسمعه وهو عن فهم ودي على ورايه. فكرة يعني من الوسائل المهمة جدا واللي اي ولي امر لابد ان هو يطبقها مع اولاده، ان هو يخليهم يستمعوا الى بعض المحطات الفضائية المعروفة اللي بتقدم برامج للاطفال باللغة العربية الفصحى، لان مدى استفادة الاطفال منها بتكون استفادة كبيرة جدا. يعني هو بالفعل ده شق خاص بالتنمية المهنية للمعلم، وده اللي احنا ان شاء الله عدنا له حقيبة تدريبية خاصة بيه، ازاي كيفيه التحدث باللغه العربيه. يمكن الدكتوره هنا طبعا انا بشكرها جدا، هي طبعا بتسعى في كل الجهات ان هي تعمل تنميه شامله للمعلم بحيث انه هذا الاثر يبقى على التلميذ واضح، ان المعلم فعلا اذا تمكن من التحدث باللغه العربيه لابد ان هينعكس الدور ده على التلميذ. المشكله هنا بس في المعلم انه احيانا لما بيتحدث باللغه العربيه بيحس بالحرج. ليه؟ مش مستسيغ، لان احنا طبعا احنا كبيئه في الغالب العاميه هي المسيطره، ولكن احنا لازم لا نخجل من التحدث باللغه العربيه، لان دي لغتنا، لغه ديننا ولغه بلدنا، وديت اللي هي اللغه اللي احنا هنتحدث بيها وهنفهم بيها سواء في الدنيا او في الاخره ان شاء الله في الجنه باذن الله تعالى. المعضله دلوقتي ان المعلم هو اللي لازم يبعد تماما عن حاجه اسمها الرضا. هقول لحضرتك على حاجه، هي ليه اللغه العربيه الفصحى كمان بتبقى مهمه وبتظهر امتى؟ بتظهر مثلا في يعني في بعض الأحداث زي مثلا المؤتمرات، الحاجات دي بتبقى محتاجة لغة
رسمية، اللغة الرسمية هي اللغة الفصحى. لما بيبقى المتحدث ممكن أحيانا يكون ذو منصب كبير ولكن تشعر أن لديه ضعف في اللغة العربية لما بيتحدث بها، يعني بيكون الموضوع برضو يعني مخجل شوية. فبالتالي يعني هي اللغة العربية الفصحى مهمة طبعًا ولابد انها يعني اذا كنا مثلا حتى في اعلاميا احنا بقدر الامكان بنحاول ان احنا يبقى حديثنا مزيج من اللغه الفصحى واللغه العاميه، لكن في بعض المناسبات اللي لابد يكون الكلام فيها قاصر فقط على اللغه العربيه الفصحى، وبالتالي دي اي حد ممكن يتعرض ليها. فبالتالي مهم ان احنا ننمي هذه المهاره بالنسبه ل الطلاب. عايز أسأل حضرتك عن الوسائل المثلى اللي بتستخدموها لتنمية الحصيلة اللغوية عند الطالب، يعني مثلا لما الطالب بيدرس لغة أجنبية مثلا لغة إنجليزية، لما يجي يتعلم الكلمة في الغالب بيتعلمها باللغة العربية بالمقابل ليها باللغة العربية، لكن لما بيتعلمها باللغة العربية مفيش لغة تانية بقى ايه هتتقلوا بيها، ايه الطريقة المثلى اللي بتستخدموها عشان توصلوا له المعاني، خاصة ان بيبقى في مراحل والمعاني بتتعقد بعد كل مرحلة، فهل في اسلوب معين بتستخدموه عشان توصلوا له المعنى الدقيق للكلمة والمعاني اللي بتتضمنها احيانا الكلمة او حتى التعبير؟ طبعا ده سؤال برضو مميز جدا، ده اللي حضرتك ما شاء الله مطلع على شغلنا. فهو الواقع فعلا الحمد لله عندنا مجموعه من الاستراتيجيات اللي تخص المفردات والحصيله اللغويه، طبعا بتبدا بالتدرج زي ما الاستاذ ابراهيم سبق ان تحدث. عندنا مواد استراتيجيات مثلا زي شبكه المفردات، بمنتهى البساطه الشبكه عباره عن كلمه اللي هي المستهدفه اللي ممكن يبقى عليها صعوبه، بجيبها انا في البدايه خالص واقول للتلميذ ايه الكلمات المتعلقه بها، او مجرد ما ذهنك يجي الكلمه ديت تسمعها ايه اللي بيجي على خاطرك او على ذهنك، يبدا يجي يدينا الكلمات المرتبطه بهذه الكلمه، دي شبكه المفردات. فبالتالي بتزيد الحصيله اللغويه، ممكن في الاول بتبقى بصوره شفهيه وبعدين بتبقى عن طريق الكتاب. بعد كده بنتطور من الشبكه الى حاجه اسمها خريطه الكلمه. كان في الاول حضرتك طبعا كنا طلبه وتلامذه، فبالتالي كان المعلم بيسال حضرتك ايه الكلمه ديت معناها ايه، فانت بالتالي بتحفظ الكلمه وبتحفظ معناها. لا احنا تطورنا بقى وسيبنا الموضوع ده تماما، لا بقينا نجيب الكلمه ونجيب لها المضاد ونجيب لها المعنى ونجيب نوعها ونحطها في جمله. شوف تخيل حضرتك بقى كل المهارات المكتسبه ديت في حاجه واحده. والمرادفات؟ ما هو المرادفه المعنى. المعنى والمضاد كويس والنوع والجمله. كويس؟ ممكن كمان ده من خلال حاجه اسمها الخرائط الذهنيه بستخدمها هنا في التطبيق. الشكل بيترسم والتلميذ مجرد ما بيشوف الكلمه محطوطه بيقدر هو يتعامل معاه، يجيب المعنى والمضاد والنوع ويحطها في جمله. ايضا كذلك بنرتقي كمان مستوى اعلى شويه، حاجه اسمها المعاني المتعدده، يعني لو كلمه بنفس الضبط ونفس التشكيل موجوده في جملتين لكن لها معنى مختلف، لكن لها معنى مختلف بالظبط، ممكن تمام يكون اكثر من معنى، ودي حاجه معروفه أكثر من في معنى كل اللغات بالظبط اللي هي المعاني المتعدده. فبالتالي هو بيجيب معناها من ايه؟ من خلال مفاتيح السياق. تخيل بقى ان حضرتك وهيقرا الجمله هيفهمها، ده فهم قرائي. شوف حضرتك بقى هنا المهارات مرتبطه ببعضها، مهاره الفهم القرائي مع المفردات. فبالتالي برضو اللي هي مهاره الصوتيات ان هو يقدر يقرا اصلا كمان، دي برضو كل المهارات المبنية. فالمهارات إذا بنيت عنده بشكل سليم يقدر يوصل من مهارة إلى مهارة إلى مهارة أعلى. فمن خلال مفاتيح السياق يقدر يجيب معنى الكلمة ديت في الجملة ومعنى نفس الكلمة بنفس الضبط في جملة أخرى بمعنى آخر مختلف. ده حصل له. عندنا برضو في حاجة اسمها تصنيف كلمات، بنجيب له مثلا كلمة أم أو كفكرة وكلمة أم أخرى وكمجموعة كلمات مرتبطة هنا، يقدر يصنف دي هنا ويصنف دي بس هنا. بس في كمان يعني حاجة أخرى برضو متعلقة ب يعني مش بس الكلمة ككلمة مفردة ومعانيها، الكلمة ممكن لما بتدخل في سياقات أخرى وبيبقى في أحيانا تركيب لسياقات معينة بتبقى بتستخدم كقوالب ثابتة، دي برضو مهم إن هم يتعرفوا عليها بحيث ما يلخبطوش بينها. طبعا اكيد هو هي اللي احنا بنعرفها، هي بتبقى عباره عن تعبيرات معينه بتستخدم بشكل معين، بتبقى كلمات مرتبطه ببعضها. يعني مثلا لما نقول حاجه زي مطر غزير، مطر غزير يعني مطر شديد. تمام. نقول مثلا فقر مدقع، يعني برضو هتلاقي في كلمات كده ايه بتبقى في ترابطات بينها، هل دي بتستخدموها؟ نعم بالفعل عندنا الحاجات دي، بس عندنا في سنه اولى ثانيه ثالثه اللي هي الصفوف الاولى، في الغالب احنا بنستخدم المهاره البسيطه في الاول، بعد كده بقى بنخش بقى على المستوى الادبي في اللغه، التعبيرات الادبيه. يعني ما ينفعش مثلا تقول ايه فقر غزير،
لا طبعا لا ينفعش يجوز. تقول مطر متقع رغم لا ان الكلمتين بتدي نفس المعنى، بس دي بالظبط حاجات بتبقى ايه تمام. ترابطات يعني لغويه اللي هي التراكيب معينه اللغويه بتبقى يعني مهمه ان هم يعرفوها. اكيد اكيد بالطبع طبعا. هو انا احنا بالنسبه لنا احنا التلميذ نفسه في الغالب لما بيقرا جمله كويس ويحصل تغيير حتى ولو في كلمه، هو بيحصل ان الفهم بيحصل فيه خلل عنده، يقول لك لا الكلمه دي فيها خطا. حتى احنا عودنا المدرسين كده في التدريبات لما بيجي يكتب اي شيء او يقرا اي شيء يتعمد الوقوع في الخطا علشان التلاميذ يقولوا له لا انت هنا في خطا يعني. بس في ممكن حد يقول لك بس الاسلوب ده ممكن يكون خاطئ لان بيرسخ في ذهن الطالب الحاجه اول ما بتتقال له. لا ما هي هنا بقى يتدارك المعلم اللي الخطا ده، يقول لهم شاطرين برافو عليكم انتوا فعلا انتوا كده انتوا اللي صح، لان مفيش حد معصوم من الخطا وده الطبيعي ان احنا نعمل يعني كده. في ناس بتبقى وجهه نظرها ان احنا نقدم الصح عشان الصح ده هو اللي يرسخ في الاذهان، ما نقدمش الغلط وبعد كده نقول له طلع الصح يعني، الا لو كان ده تدريب على حاجات اخذوها قبل كده. بالظبط هو ده. ان انا حضرتك يمكن احنا اتكلمنا ان احنا دلوقتي شغالين على حاجه اسمها المهارات مش المعارف فقط. يعني مثلا لو في عندي فقره موجود فيها معلومات، المعلومات دي سهل جدا ان انا ممكن اكتسبها من اي حد او اسمعها من اي مكان، لكن انا دلوقتي لو انا نميت مهاره كويس فانا بستخدم المهاره ديت في الحكم على الشيء بعد ما اتدرب عليها كويس جدا واتقنها جدا، فبالتالي التلميذ يقدر يصدر الاحكام. سؤال اخير بس يعني فيما يتعلق بمحافظه المنوفيه، يعني الامور ماشيه تمام في المشروع ده؟ في اي يعني حاجه كده سبيشال خاصه بالمنوفيه؟ عندنا بالفعل الحمد لله عملنا شغل جديد يمكن ده يخص محافظه المنوفيه، عملنا حاجه اسمها الزيارات التقييميه. دي عملناها كتجربه، وطبعا احنا بنعمل التجربه في الاول ونقدر نقيس مدى النجاح بتاعه وبعدين بنرفعها كمقترح للوزاره ان احنا عملنا كذا وكذا وكذا وكذا. فحضراتكم اذا كان المقترح ده جيد ممكن تطبقوه. الزياره التقييميه عباره عن ايه؟ ان كل احنا بنروح نزور اي مدرسه، في عملنا الترم الاولاني او الفصل الدراسي الاولاني، فصل الدراسي الاول بنروح نتابع وندي ورش عمل على راس العمل مباشره بشكل شفوي ونختبر الاولاد وكده. في الفصل الدراسي الثاني عملنا بقى اختبار مقنن كتابي ورقي، وبناخد نسبه 10% من التلاميذ وبيأدوا الاختبار لمده ساعه ونصححه ونرصد الدرجات وبعدين نحلل النتائج. يبقى انا اختبرت اشتغلت مع الاولاد شفوي مع المدرسين شفوي وعملت ورش عمل على راس العمل، لكن ده بقى اصبح تحريري وعلى الواقع اللي موجود في الفصول. بشكرك في ختام الحلقة أستاذ عبد المحسن محمد عبد المحسن مسؤول وحدة القرائية بالمنوفية، سعدت بوجود حضرتك معنا، شكرا جزيلا لك. أنا شكرا لحضراتكم، وطبعا أنا ببعت رسالة من حضراتكم بشكركم جدا جدا، قناة رائعة جدا جدا. شكرك. سريعا كده بس هبعت رسالة لكل معلمين مصر وكل كوادر القرائية في مصر، لازم دايما نثابر لأن المشروع مشروع رائع جدا، بلدنا تستحق، اللي بيحب بلده فعلا يشتغل ويوري شغله للناس، ما يبصش على أخطاء الناس، لكن نشتغل بلدنا إن شاء الله هتبقى أحسن وأفضل. وشكرا جزيلا لكم. شكرا لحضرتك. مشاهدينا الكرام يعني طبعا مهما اهتمينا بتعلم اللغات الأجنبية الأخرى، لكن شيء مهم جدا إن احنا نكون بلغتنا بنعرفها كويس جدا، لغتنا اللي برضو في أجانب ممكن بيتعلموها من خلالنا. لما الطالب بيكون في المرحلة الأولى من المدرسة وعنده ضعف في القراءة والكتابة، ده بيكون مؤشر كبير جدا أحيانا إن هو ممكن يؤدي به إلى التسرب من التعليم. فعايزين إن احنا نهتم ب يعني تدريس اللغة العربية تدريس سليم، ويكون فيه أيضا اهتمام كبير ومتابعة من أولياء الأمور عشان دي لغتنا الأم، ولابد أن احنا نحافظ عليها وننقلها دائما من جيل إلى جيل. بشكركم، لنا حديث آخر، إلى اللقاء.